هي بسمة ونبضة شعر ونغمة وحوار، هكذا اجتمع المتحابون من أبناء العراق في البصرة الفيحاء لينشدوا للتسامح أغنية عنوانها السلام. حاجة إلى السلام، الحاجة إلى النهوض بالإنسان حاجة ضرورية وملحة جدا، فجاء هذا المهرجان من أجل زرع بذرة السلام في البصرة، انطلاقا من البصرة الأكثر تضررا من الحروب، حتى وإن كانت هناك حروب خارج المحافظة فنجد أن للبصرة يد تضحية فيها. نحن في الولايات المتحدة الأمريكية كعراقيين مهاجرين مغتربين تبني هنا موضوع يوم الإنسانية للسلام والتسامح والتواصل مع الآخر، وفتحنا أبواب الخطوط والتواصل مع مثقفين العراق في داخل العراق، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الرسمية وغير الرسمية. أتمنى أن يكون هذا اليوم انطلاقة للإنسانية، الإنسانية في التعامل مع كل شيء حتى الأشياء وجمادات في وطننا وفي بلاد العالم جميعا، أن نكون منفتحين على الفكر، منفتحين على حرية الرأي، حرية التعبير، أن نتقبل الآخرين بكل عيوبهم ومساوئهم لكي نعيش بسلام. قصر الثقافة والفنون في البصرة احتضن مهرجان الإنسانية في أكثر من تنوع مختلف، ومنها معرض للرسم أجادت ريشة الفنانة خلود من إيضاح رسالة المرأة العراقية لاستثمار طاقاتها المتنوعة التي تبني البلد. فن تشكيلي يحكي عن معاناة المرأة والعقبات اللي تواجهها، تحكي عن الحرية، تحكي عن التعايش، تحكي عن السلام، عن المساواة، من تحس المرأة أنه نالت حريتها ونالت مساواتها اطمأنت، خاصة في العراق ومكبل، فنتمنى أن ننفتح على الإنسانية من خلال هذا المهرجان ومن خلال التعايش السلمي وكذلك التصافح والمحبة بيناتنا كعراقيين. التنوع الإنساني في مدينة البصرة الجنوبية خلق نوعا ما من التعايش السلمي بين أفراد مجتمعها، ليبعثوا برسالة محبة لكل العالم من مدينة السياب والفراهيدي ومدينة النخيل والجمال. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، البصرة.